السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول لكم النهاردة على معنى جميل جدا في آية قرآنية تخص النساء والبنات، وركزوا معايا بنات بالله عليكم في الأمر دوت، يجب إن احنا نتخلق به، ووصية لكل أم تعلمه البنات. أنا بقول لك أهو، أول حاجة الآية الجميلة اللي بتقول فالقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال لك حافظات للغيب معناها إنها بتحفظ زوجها وهو حاضر بالسمع والطاعة وهكذا، و في غيبة زوجها برضو حافظاه في نفسها ومالي وولدي، وفي حضوره في نفسها ومالي وولدي وبيتي. تسأل راعية، تسأل عن كده. في معنى تاني تحفة جدا، قال لك لا ده مش كده بس، ده ممكن يكون معنى حافظات للغيب بما كان بينها وبين زوجها من أسرار. فاللي بينها وبين زوجها من أسرار، في أمر خاص، في أمر العلاقة الخاصة، في حتى في الحديث اللي بينها وبين زوجها مفروض إنها ما تطلعوش، ولا لأمي ولا لأختي ولا لجارتي ولا الأشرار الأربعة ولا الأخيار الأربعة، ما تطلعوش. حافظة للغيب فيه بينها وبين زوجها في حضوره وهي على ذمته، وبعد الطلاق ليه نطلع الأسرار؟ ليه نبقى ترند كل شوية؟ ليه وانت في معايا بغض النظر عن المشاهير، ده أي حد دلوقتي بيحصل أي حاجة كلها على الملأ أو على جروب العيلة أو كده، لا. فحافظات للغيب بما حفظ الله، وانت معاه حافظاه في نفسك وفي مالك وفي عرضه وفي اولاده وفي بيته. والمعنى الثاني ان هو لو مسافر تحفظيه بنفس الامور، خلاص حافظ الغيب جعلنا منهم يا رب واياكم ونساء المسلمين. والنقطه الثانيه، المعنى الثاني الجميل، لا ده بيقصد بيها ممكن اللي بيبقى بينها وتسر بينها وبين زوجها من الامور الخاصه لا تنشره، لا في وقت زواجها ولا بعد الزواج. ان احنا ولا تنسوا الفضل بينكم، مش معنى كده حتى المعاني الطيبه والعشره الطيبه المعروف اللي كان موجود ما ينفعش يتنشر للعالم. الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل بيوتكم وبيوت ازواجكم كلها صالحه وجميله، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.